عام، لأن يعني عندنا منجز تفسيري عام ومنجز تفسيري خاص. طيب. المنجز التفسيري الخاص نجده في روايات أهل البيت. المنجز التفسيري العام اللي هو انتشر نتيجة وجود الآراء التفسيرية أو تدخل الآراء الخاصة، الاجتهادات الخاصة في النص المبارك، بحيث أصبح النص أقرب ما يكون للتسطيح العام. نعم. فبدأت السور تأخذ جانبا عاما يعني مباشرا، وأحيانا له علاقة بما يعني بما توافقت عليه المناهج التي خالفت منهج ولاية أهل البيت، وبالتالي أصبح هذا المنهج التفسيري هو السائد والتأثر به أيضا سائد. فأصبحت القضية قضية يعني مثل هذه الآيات مرتبطة فقط في حث الأفراد على العطاء هكذا. طيب طبعا هي الرؤية صحيحة. نعم. طيب أستاذ، يعني بمعنى أنه هل هذه قصار صور ربما جاءت في هذه العناوين أو بهذه التسميات، ومن ضمنها سورة الماعون، كون أنه صور ربما تكون هذا العدد القليل من الآيات وتكتفي بالإشارة إلى مضمون؟ نعم، نحن نتحدث عن نفس المضمون. أولا قصار السور تمتاز بالتكثيف الدلالي، يعني السور القرآن هو نسيجه واحد، يعني نص واحد هو كلام الله ودعوة لما أراده الله تبارك وتعالى. لكن تقسيمه إلى سور وجعل حدود معينة لهذه السورة في بداية ونهاية، هذا يعني بأنه المضمون والموضوع هو مستقل. وقصر السورة لا يعني بأنها لا تكتنز دلائل عالية وغاية في الأهمية. سورة الماعون عندما نتحدث مثلا الآن عن المناهج التفسيرية، فإننا سنجدها تدعو الناس إلى أن يحاولوا أن يتواصلوا فيما بينهم، أن يراعوا الأيتام، يمد الناس بالعون. وهذه القضية بالشكل العام سهلة ولا يوجد علينا يعني لا يوجد إشكال فيها، لكن هذا في بنية سطحية مبسطة. لكن إذا ذهبنا إلى العمق سنجد بأنه تحتل هذه السورة نظاما مهما جدا يرتبط بإدارة شؤون الناس بالشكل العام. لأن مرة نحن نريد أن نتحدث عن الأفراد، وكل إنسان مسؤول عن نفسه كفرد وكيف عليه أن يعطي، ومرة نتحدث عن المجموع. يعني مثلا الآن أولا إذا جئنا وقلنا اليتيم والمسكين، من المسؤول عنهم بالدرجة الأولى؟ هل الناس بعضهم مسؤول عن بعض، بحيث أنا مثلا كشخص مفرد عندي رزقي أسعى عليه وعندي هذا الرزق، هل الله تبارك وتعالى جعل نصيبا لليتيم والمسكين من رزقي الخاص أم لا؟ الرزق الحقيقي لليتيم والمسكين يفترض بأنه تكفله الحكومات وتكفله المنظمات أو المؤسسات التي ترتبط بالدولة نفسها، بالإدارة الحكومة نفسها. هل الله تبارك وتعالى مثلا يحث الأفراد على العطاء في الوقت الذي هو أمن، يفترض هكذا أنه أمن الأرزاق للجميع؟ يعني لماذا ينوجد المسكين أصلا؟ المسكين الذي ولا يحض على طعام المسكين، هذا طعام المسكين هل هو طعام يفترض بأنه الله تبارك وتعالى قسمه وجعل له يعني قنوات وتصل إلى هذا المسكين؟ أم لا، هو المسكين موجود ولا بد للأفراد أن يتحركوا باتجاهه كما اليتيم. إذن نحن أمام قضية لا بد من مناقشتها على المستوى العميق. يعني الآن أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم يعني ولا يحض على طعام المسكين، يدفع اليتيم لا يصل اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هل الذين يكذبون بالدين الآن عموما، يعني منكري وجود الإله، منكري الأديان، يعني الملحدين وهؤلاء لا يصلون الأيتام، لا يعطون المساكين، أم
أم أن الآية تتحدث عن قضية مهمة ومعينة لابد وأنه نلتفت إليها؟ بمعنى أستاذ، هل أنه المجتمعات اليوم إذا نظرنا وفق هذا المنظور الإنساني، اليتيم الكل يعرفه، المسكين واضح، لكن هل الملام هنا الملام هو سبحانه وتعالى لأنه خلقه يتيما وبالتالي لابد أن يتكفل به الله سبحانه وتعالى؟ من البداية اعتمدت الرؤية التفسيرية العامة، فقلت بأنه اليتيم معروف. من قال أن اليتيم معروف؟ اليتيم ممكن أن يكون في الجذر اللغوي له هو المنقطع المنفرد، فممكن هذا المنقطع ينقطع نتيجة عدم يعني وجود الأب فينقطع ويكون محتاجا من هذه الناحية، وممكن أنه المنقطع بشكل عام يسمى اليتيم، يعني ألم يجدك يتيما فآوى. الله تبارك وتعالى وجد الرسول يتيما، هو أوجده يتيما أم وجده يتيما؟ الله تبارك وتعالى بيده المقادير، فالله هو الذي أوجد الرسول منقطعا عن الأب، لكن إذا قال وجده ألم يجدك يتيما، هذا الانقطاع الذاتي، يعني الانقطاع الذي يتخذ فيه الإنسان قراره بأن ينقطع إلى الله. وهنا هذا اليتم بمعنى الانقطاع إلى الله، كيف كان رسول الله مثلا يجاور في غار حراء، كيف كان يسعى لمعرفة الحقيقة، كيف انقطع عن قومه ولم يشاركهم في الأباطيل، هذا كله يدخل ضمن مفهوم اليتم. فالآن عندما يكذب الإنسان بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يدع من ينقطع إليه، لأنه الانقطاع أحياناً يكون انقطاعاً إلى شخص لأجل السؤال، مو السؤال المادي. يعني أنت إذا انقطعت إلى الرسول الأكرم وأخذت علمك عنه، فتكون أنت أيضاً قد لم تشترك أو لم تتصل بالأباطيل وبالزيف، وأخذت سبيلك إلى الرسول الأكرم أو إلى الله عبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فتكون منقطعاً. إذن ما أريد أن أقوله قبل الخوض في التفاصيل، إلى أننا عندما نريد أن نفهم الناس لابد وأن نفهمه بشكل يجعل من الناس فعلا فاعلا وعميقا في نفس الوقت، لأنه الآن اليتيم والمسكين هذه أول ما نبدأ نقول هو مسؤولية من هذه؟ يعني الله عندما يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هذا الذي يكذب بالدين هل لديه سلطة على اليتيم والمسكين ويمنع العطاء لهم، يمنع رفدهم بما يحتاجون إليه، رغم أنه قد تسلط ووصل إلى مرحلة أن أصبح اليتيم والمسكين جزءا من مسؤوليته أم لا؟ هذا الذي يكذب بالدين، ومن قال بأنه مسؤول عن الأيتام؟ إذا فهمنا أنه الذي يكذب بالدين هو ذلك الشخص الذي يحكم في بينه وبين نفسه بعدم جدوى الدين، فيكذب يقول لا يوجد دين، كيف قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا؟ طيب هذا التصرف العام اللي نجد عنده حسب الرؤية القرآنية بأنه هذا يدع اليتيم. طيب أستاذ، أيضا هناك من يكذب الدين بفحوى الدين، ليس بالدين المطلق، بمعنى أنه يكذب بما يأتي منه بالدين، بداخل الدين من تشريعات من توجيهات، هذا يكذب بالدين، ولكن هو يأخذ صفة دينية وبالتالي يأخذ مسار أنه هو رافع شعار. هو الآية تتحدث عن هؤلاء، لأنه ما ربط المصلين بعد ذلك. لأنه أنت عندما نتحدث أرأيت الذي يكذب بالدين، سنأتي إلى مفهوم الدين المقصود بالآية ما هو، ولماذا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أوردوا بأن الدين هنا بمعنى الولاية، فقالوا الذي يكذب بالولاية، لأنه هذا يكذب بالسلطة الممنوحة من الله لأشخاص معينين. هذا المعنى عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا وجد؟ هذه الآية من الآيات المكية أو السورة عفوا من السورة المكية، عندما وجد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وجد الناس يعيشون في حالة ظلم،
نتيجة تسيد سلطة معينة هي سلطة كبراء قريش والتحكم في مقدرات الناس، بحيث أصبح الناس لا يستطيعون عند انقطاعهم إلى السلطة بأن يجابون عما يحتاجون إليه لبنائهم الروحي. البناء الروحي نقصد به هنا بناء العقائد، البناء الفكري. يعني أمير المؤمنين كان هكذا يخطب ويقول سلوني قبل أن تفقدوني. لماذا؟ لأنه يريد أن يملأ هذا الفراغ الذي ينوجد في النفس، وهذا الفراغ فراغ مهم أنه يملأ. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تعرف أمورا مرتبطة بالغيب، أمورا مرتبطة بالدين، فلا بد من أن تلجأ إلى من يكون متصلا بالوحي وعارفا ويقين علمه علما يقينيا. وإلا أمير المؤمنين لا يمكن أن يقول سلوني قبل أن تفقدوني إذا لم يكن على يقين من أن الإجابات التي يعطيها إجابات دقيقة. في المقابل منهج السقيفة ماذا كان يفعل؟ منهج السقيفة الذي ادعى لنفسه السلطة برد أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله قد نصب أولياء من بعده، وأن تنصيب أمير المؤمنين يوم الغدير لا يعني أن الحاكمية تكون لأمير المؤمنين. هذا المنهج ماذا فعل؟ كان إذا جاء أحد وحاول أن يسأل عن آيات في القرآن الكريم يجلد. يعني توجد حوادث سطرها المؤرخون وسطرها الرواة، بأنه عندما يأتي أحد ويسأل عن مشكل آيات القرآن، الآيات اللي فيها يعني عمق ومفاهيم معينة، كان يجلد ويهان ويضرب إلى أن يعني يكاد يصل إلى حد الموت. لماذا كان يجلد من يسأل عن النصوص؟ لماذا عندما يأتي أحد إلى مالك ويسأله عن معنى الرحمن على العرش استوى، يقول له الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع؟ يعني أنت تريد أن تبتدع في دين الله بسؤالك عن هذا الموضوع، بينما هذا هو يتيم، هو ينقطع. هذا الآن عندما نقول يدع اليتيم، يعني من ينقطع إليه يدفعه، لا يريد أن يجيب. لماذا؟ لأنه ادعى لنفسه مقاما ليس له ولا يستطيع أن يجيب. هذا يساوي كلام أمير المؤمنين، اليتيم يتيم العلم والأدب، بمعنى أنه الانقطاع ليس فقط أن تكون أنت فاقدا لوالدك أو والدك، وإنما هو انقطاع لتجردك عن المعرفة والعلم. هنا ربما يأتي منظور، لأنه اللغة هذا القضية قضية كبيرة. أنه اللغة لا تتوقف على مصداق معين وحيد. يعني القرآن الكريم استعمل اللغة، ونحن علينا بعد ذلك أن نراقب الدلالة ونرى أين تتجه. فمثلا الآن عندنا اليتيم والمسكين. المسكين ارتبطت قضيته بقضية الإنفاق، يعني التحقيق العدالة فيما يرتبط بالأمور المادية. اليتيم ترتبط القضية بما يتعلق بالأمور المعرفية المعنوية، لأنه الإنسان بحاجة إلى شيئين، بحاجة إلى المعرفة وإلى الإيمان وما يغذي هذا الإيمان، ولا يظلم في ذلك. يعني لا الإنسان لا يجب أن يذهب يوم القيامة إلى الله ويقف بين يدي الله ويقول له أنا سألت ولم أجد الإجابات. هذا الأمر مكفول من الله بأنه هو الذي يوضح. لذلك الله تبارك وتعالى قال لرسوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. إذن الهدى تحقق بالكلية لرسول الله صلى الله عليه وآله، وعندما هداه الله هدى الجميع به. فإذن جميع الإجابات قد جاءت من خلال الوحي إلى رسول الله. بعد رسول الله لا يمكن أن ينقطع الوحي، بمعنى أنه تنقطع الإجابات، فلا يكون هناك يقين من أن هذه الإجابة إجابة صحيحة ودقيقة. الذين عزلوا أهل البيت عن مقامهم وزعموا لأنفسهم مقاما، هؤلاء ماذا فعلوا؟
لم يستطيعوا أن يملأوا الفراغ المرتبط بالمعرفة والاعتقادات. هذا الفراغ على أعلى ما يكون فيه الإشكاليات والشبهات، وإلى الآن المعاناة فيه قائمة، وكله عبارة عن أفكار وظنون وما إلى ذلك. والنقطة الأخرى اللي هي العدالة في توزيع حقوق الناس، ثروات الناس. وإذا مرة يتحدث رب العالمين عن أنه هؤلاء الذين يكذبون بالدين، نعم، ويدعون بأن الله تبارك وتعالى لم ينظم الدين تنظيما يكون فيه كفالة لمن ينقطع معرفية، وكفالة للمسكين مرتبطة بقضية الحقوق التي تصل إليه في المساواة والعدالة في توزيع الثروات، هذه كلها هنا الآية المباركة تسعى إلى معالجتها. بمعنى أنه أيضا أستاذ هنا المتلقي ربما ينظر إلى ختام الآية، ونذهب إلى قوله تعالى ويمنعون الماعون، وبذلك يكون الربط بين اليتيم والمسكين بمسألة الإنفاق، مسألة العطاء. الماعون هنا سيأتي بعنوان الأداة، الأداة التي يستطيع الناس أن يحققوا من خلالها العدل والمساواة وعدم حصول الظلم وما إلى ذلك. نعم. الآن الماعون هو وسيلة أو الوسيلة التي جعلها الله تبارك وتعالى لوصول رزقه. نعم. بالشكل الذي يكون فيه هذا الرزق متساوي أو لنقل متحقق على وفق العدل. نعم. الآن ولاية أهل البيت لا يستطيع أحد أن يحجبها عن أهل البيت أنفسهم، لكن نفس هذه الولاية تمثل وسيلة لتحقيق العدل الإلهي. فعندما يقول الله تبارك وتعالى وينكر على المصلين بل يتوعد المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون بالويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأن هذا الصلاة أصلا أريد بها ذكر الله. نعم. يعني الصلاة في حقيقتها إنما جعلت لأجل أن يستشعر هذا الإنسان ويذكر هذا الإنسان بأنه عبد لله. نعم. وهذه العبودية أول ما تعنيه هو أن يتجرد من الرغبة في السلطة. يعني العبودية هي عكس السلطة، إذا أرادها الإنسان وسعى إليها بنفسه. نعم، الله يمكن أن هو من يعطي السلطة لأنه هو المعبود. نعم. فإذا الصلاة فويل للمصلين، من يصلي معنى ذلك بأنه انتمى إلى هذا الدين وينكر. مضى الوقت أعتقد، مضى عليكم ربما كثير. نأخذ فاصل أستاذ العزيز ونعود إن شاء الله. إذن نعود إلى فويل للمصلين بعد انتهاء بعد الفاصل إن شاء الله. إذن مشاهدينا الأكارم نكون معكم وبخدمتكم، وأيضا الأرقام ستكون في أسفل الشاشة ظاهرة أمامكم للاتصال والمشاركة معنا، وبإذن الله نكون بخدمتكم بعد الفاصل. جئت والقلب كثيرا في خطاه، دائبا بالحزن سعيا لرضاك، خاجلا منك وفي الدمع السؤال، إن تجافي توبتي من لي سواك. جئت والقلب كثيرا في خطاه، دائبا بالحزن سعيا لرضاك، وقال
ضاقت قلبي قيود المعصيات حتى ما أثقل ظهري ما مضى. إنك الرحمن حقا والرحيم وأنا العبد فهونا في القضاء. أنت قد قلت لمن يدعو قريب وأنا أدعوك والقلب لظى. جئت والقلب كثيرا في خطى ذاهبا بالحزن سعيا للقاء خاجلا منك وفي الدمع السؤال. حنانيك بلا عذر نقيم نادما والحزن ترويه الدموع. من سوى كفيك عطفا يا رحيم يا حما في كهفه لاذى الفقير. ها أنا آت فقيرا للكريم طامعا جئت وبالدمع الهطول راجيا عفواك فالذنب عظيم. جئت والقلب كثيرا في خطى ذاهبا بالحزن سعيا للقاء خاجلا منك وفي الدمع السؤال. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونعود أيضا بالترحيب بضيفنا الأستاذ عباس ألوها باشمر. أهلا بكم أستاذ عزيز، حياكم الله. أشكرك الله. والاتصالات والمشاركة معنا ستكون بإذن الله منكم مشاهدينا، والأرقام في أسفل الشاشة ظاهرة أمامكم للاتصال بنا إن شاء الله. أستاذ العزيز، يعني قبل الفاصل كان الكلام في مسألة التكذيب بالدين وربط التكذيب بالدين وفق ما جاء عن أهل البيت بأن التكذيب بالدين هو التكذيب بولاية آل البيت سلام الله عليهم أجمعين، فكيف ربط بأن التكذيب بالدين وبالتالي سياق الآيات أخذنا إلى الذي يدعو اليتيم ويحض على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ما ساهون، وبالتالي يربطنا بالمراءة وغيرها، فهذا المحور يحتاج إلى توضيح. نعم العزيز. نعم، الدين في حقيقته، نعم، في الآية 67 من سورة المائدة عودل بالولاية. نعم، بمعنى أنه الولاية أصبحت حقيقة الدين. عندما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هنا نفت الآية 67 تبليغ الرسالة، أي تبليغ التشريعات من دون تبليغ ولاية أمير المؤمنين. فإذا لا يوجد أي استغراب عندما يقال بأنه التكذيب بالدين هو تكذيب بالولاية. نعم، لأنه في حقيقة الدين كتشريعات فاقدة لأي قيمة من دون وجود من يطبقها على الوجه الذي أراده الله، مو على الوجه الذي يرتئيه الناس. فمثلا الدين من دون وجود رسول الله صلى الله عليه وآله يتحول إلى مجرد نصوص، وهذه النصوص قابلة لأن يعبث بها من خلال الناس نتيجة الاجتهادات، الظنون، الأوهام، المحاولات البعض بأنه يحرفون الدلالة لأهوائهم. لذلك الله تبارك وتعالى قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هؤلاء هم يؤمنون بالدين،
لكن لماذا يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن الراسخون في العلم لهم أن يؤولوا. يأتي الذي في قلبه زيغ ويتبع المتشابه ابتغاء التأويل بمحاولة عزل المؤول الحقيقي. هكذا هو النص القرآني. احنا ما علينا باللي الآن هذه القضية الخطابية اللي يأتي أحد ويقول الولاية في القرآن وأثبتوا الولاية في القرآن. أصلا القرآن والدين كله هو عبارة عن ولاية. يعني حقيقة الدين هو لا هو الولاية، ومن دون الولاية يتحول الدين إلى مجرد شيء يتشكل على وفق أهواء الناس، وهذا هو اللا دين وليس الدين، لأنه دين الله لا يمكن أن يتشكل على وفق أهواء الناس. فالآية 67 من سورة المائدة نلاحظ بأنها تنفي تبليغ الرسالة بالكلية من دون تبليغ الولاية، مما يعني بأن هناك معادلة موضوعية بين الاثنين. فعندما يقول الله تبارك وتعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، أولا هذه الرؤية يفترض بأن تكون ظاهرة وثابتة. يعني ما مو رؤية تحتاج إلى أن تسبر الأغوار لتكتشفها. أرأيت عندما يأتي الناس ويقول أرأيت الذي يكذب بالدين، يعني هذه حقيقة ظاهرة للعيان. وبالفعل الحقيقة الظاهرة للعيان أنه كل الذين جاءوا وقالوا بأنهم يطبقون هذا الدين بمعزل عن من نصبهم الله تبارك وتعالى، عن أئمة أهل البيت، عن أمير المؤمنين والأئمة المعصومين من ولده، كل هؤلاء ماذا فعلوا؟ جعلوا الفوارق الطبقية بين الناس. هنا أيضا أستاذ، إذا كان الأمر ظاهر والبعض يقول نحن ظاهرا مع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ومع الولاية، ونحن نسير بمحبتهم ونتبع الطريق الذي هم عليه، لكن بنفس الوقت هم يميلون إلى المدارس الأخرى، إلى يعني التأويلات الأخرى. الآن تتحدثون عن عصر الغيبر تقصد؟ ربما حتى في زمن الظهور في زمن الأئمة سلام الله عليهم. إمام منصوب من الله، نعم، لماذا نصبه الله إماما؟ نعم، نصبه الله إماما ليقيم حكم الله، ليقيم عدل الله بين الناس. هذا الذي يكذب بالدين دفع أو حاول بأن يدخل بالصورة ويعزل هذا الولي عن الناس. نعم. ماذا نتج عن ذلك؟ نتج أن الناس بايعوا هذا وأصبح هو صاحب السلطة. الآن هذا صاحب السلطة لا من الناحية المعرفية قادر على أن من ينقطع إليه أن يصله ويعطيه الأحكام على وجهه اليقيني والقطعي، ماذا فعل؟ أحكام ظنية، يعني اجتهادات. هذه الأحكام الظنية الاجتهادية مع وجود من يحكم بحكم الله من دون وجود ظن مطلق كرسول الله، في هذه الحالة نحن أمام أزمة. الأزمة ارتبطت بماذا؟ بأننا لا نعلم أنه هذا التطبيق لشرع الله هو صحيح أم خطأ. هو خطأ مباشرة لأنه المنهج خاطئ، حتى وإن أصاب. كيف الله تبارك رسول الله صلى الله عليه وآله قال من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان أبعد ما بين السماء والأرض. لماذا لم يؤجر؟ لأنه المنهج خاطئ. أنت من تركب منهج خاطئ حتى لو بالصدفة أجت عندك قضية صحيحة، لكن بالأساس أنت خطأ، اللي ارتكبته خطأ، ما بني على باطل فهو باطل. فإذا عندما نريد أن نتحدث الآن نتحدث عن أن هذا الدين نفسه التكذيب به يتم عبر القول بأن هذا الدين لم يجعل له الله تبارك وتعالى آلية تضمن صيانته في التطبيق. وهذه القضية ترتبط بالولاية. نحن الذين نقول بأنه الله تبارك وتعالى جعل للدين أولياء نصبهم وهم الذين يقومون بتطبيق أحكامه على وفق ما أراد الله، إذن من أراد حكم الله وانقطع إليهم لأخذ الحكم والقضاء الحق وأخذ الشريعة الحقيقية التي أرادها الله، هذا قد وجد مراده.
نعم. الآخر اللي هو توزيع الثروات، لأنه السلطة تمتاز من جهة بأنها تحكم بما أراد الله وتوزع الخيرات والأرزاق التي الله تبارك وتعالى أنعم بها على عباده بالشكل الصحيح. لاحظ الآن مثلا إذا نأخذ حياة المسلمين، نعم، ابتدأت من توزيع الثروات بغير وجه حق، يعني التفضيل بين بعض الناس، يعني تقسيم العطايا على وفق قضايا الله تبارك وتعالى ما أقرها، مثل السابقة، نعم، مثل الهجرة، مثل أي من هذه النواحي. ثم بعد ذلك كيف وصلت مرحلة إلى أنه الأمصار نفسها هاجت وثارت نتيجة وجود المظالم في توزيع الثروات. نعم. هذا إضافة إلى ما حصل من قضية فتوحات وحروب وقتل وكل هذه الأمور حصلت. إذن نحن عندما نتحدث عن الدين لابد وأن نتحدث عن الدين بوصفه ولاية لله تبارك وتعالى. نعم. ولا بد من أنه الدين إنما جاء لكي يحقق للناس العدالة. أما إذا أخذ الدين وأخرج عن الطريق الذي رسمه الله لتطبيقه وبدأت الناس تحاول أن تطبقه على وفق أهوائها، فقطعا مثل هذه الآية لابد وأن تكون حاضرة. وعندما نقول أرأيت بأنه القضية واضحة للعيان، نحن لا ننتظر أن يأتي أحد ويرينا الأشياء. الآن أي إنسان منصف سيرى سواء في التاريخ أو الآن، نعم، بأنه لا توجد عدالة في لا في توزيع الثروات لا في إقامة شرع الله. أصلا إقامة شرع الله قضية الجميع يقولون بأنها هي قضية لم تعد لدينا القدرة على أن نقول بأننا نطبقها على المستوى اليقيني، لأن هذا يرتبط بوجود المعصوم. نعم، ونحن أيضا في زمن الغيب أستاذ العزيز، والمعصوم يغيب عنا، وبالتالي ربما أيضا هناك هذا عصر الغيبة. لا لا لا، عصر الغيبة كما ذكرنا دائما عندما نذكر بعض الآيات نقول بأنه عصر الغيبة نحتاج إلى تفصيل خاص فيه. نعم. عصر الغيبة هذا عصر حصل فيه أمور فرضت تداعيات، كما يقول الله تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا. نعم. فيوجد تيسير معين، وهذا التيسير يرتبط بفلسفة الانتظار، يعني أيضا يرتبط بالدين في وجهه المرتبط بالولاية وفلسفة الانتظار. نعم. لكن الآن لنحل القضية الأولى، لأن احنا عندنا منجز تفسيري يعني ثقيل على الصدور الآن. نعم. عندما يأتون إلى مثل هذه الآيات لا يعالجوها رغم وجود النصوص، نعم، عن أهل البيت بأن الدين هنا يعني الولاية، لأن هذا مفتاح. يعني عندما يأتي إليك ناس، الإمام مو شرط يفسر لك كل الآيات، نعم، لكن عندما يأتي ناس ويقول أرأيت الذي يكذب بالدين، يقول تكذيب بالولاية هنا. أولا في زمن رسول الله، الآن إذا قال أحد هذه الآية نزلت في زمن رسول الله وهو المخاطب أيضا هنا، نعم، في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله لدينا قريش وكانت تعبد الأوثان وجاحدة وكافرة، فكيف نطبقها على مستوى الولاية؟ نعم. والآية نازلة في ذلك الوقت، فيفترض أن تكون الموضوعية مرتبطة هناك. نقول نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله هو الولي، وقريش حاربته على ولايته. يعني قريش بالنسبة إليها كانت لا تريد أن تتنازل عن زعامتها في إدارة شؤونها أو شؤون المجتمع اللي موجود. شؤون المجتمع في قريش كانت تنقسم إلى أسياد وعبيد، نعم، وكانوا الناس يعيشون حالة مزرية من الفقر، بحيث وصلوا مرحلة يؤدون البنات نتيجة الإملاق، نتيجة الفقر. نعم. هذا من جاي؟ هل نقول بأنه الله تبارك وتعالى لا توجد ثروات ويوجد قحط مرتبط بأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان ولم يقدر له قوته؟ نعم. لا، ولكن اجوا جماعات، شلون من نتحدث الآن عن أبو سفيان، عن عتبة، عن لماذا هؤلاء كانوا أسياد؟ كانوا أسياد بالمادة، بما استحوذوا عليه من السلطة، وبالتالي كيف استطاعوا أن ينتفخوا نتيجة هذه الزعامة؟ نعم. وإلى الآن أعطي أي واحد زعامة كم يوم شوف إيش راح ينتفخ مباشرة، تصبح الثروة
اللي عنده يبدأ يتحكم بالناس بيها. نعم. ويبدأ يلقي الناس اللي تركض وراه واللي يصفق له واللي تخليه من بعد ما تقدر الناس حتى بعد إذا شافت مو أرأيت الذي يكذب بالدين حتى إذا شافت الذي يكذب بالدين هي تريد تنتفع من وراء من جهة فما راح تقول الحقيقة اللي على نفسه من أنه أنت أسأت عندما تعرضت إلى سلطة هي ليست لك. نعم. إذن الآن بالاختصار نقول بأنه في زمن نزول الآية أيضا الصراع كان يرتبط بالحاكمية والسلطة. أحسنت مستر العزيز وإن شاء الله نبقى مع جنابك نأخذ نعم. الاتصال ونعود نعم. نكمل الاتصال معنا أم حيدر من البصرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. السؤال نعم تفضل. السؤال عندي أرأيت نعم. جاءت بلفظ الاستفهام نعم. ما سبب ذلك؟ نعم نعم. ثم هل نزلت السورة في شخصية معينة من قريش كما يقال أنها في أبي سفيان؟ نعم نعم. وشكرا شكرا جزيلا. شكرا لكم الله. حياكم الله. شكرا لكم جزاكم الله خير الجزاء. أستاذنا واضح السؤال أنه هل هذه السورة بدأت بالاستفهام وخاصة الاستفهام في القرآن الكريم نعم. الاستفهام في القرآن الكريم اللي هو أحيانا يكون عبارة عن طرح لإشكالية كبيرة نعم. الله تبارك وتعالى في قضية السلطة هي المتحكمة في الاقتصاد ومتحكمة أيضا في القضايا المرتبطة بتوعية الناس وإثراءهم ثقافيا وفكريا. تعلمون بأنه خاصة السلطات عندما تكون دكتاتورية تبدأ بمحاولة الحجر على الفكر فتبدأ مثلا حرية التعبير تنتفي. مجرد الإنسان يبدأ يسأل ويحاول أن يستعلم يعتقدون بأنه هذا عدو ومحارب بالنسبة إليه. فإذا هنا الاستفهام في وقت النزول ومستمر إلى الآن لغرض أن ننظر إلى أولئك الذين يكذبون بالدين باعتبار أن الدين يمثل الولاية مو الدين اللي يأخذ يعطيه الله للناس ويقولهم فسروه حسب فهمهم للدين. لا، الدين القائم على وجوب الاحتكام إلى الولي. في وقت رسول الله هو الولي والله تبارك وتعالى علق الإيمان بالاحتكام إليه. قال فلا وربك، لاحظ القسم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. هنا مركزية في الحاكمية عالية جدا وواضحة، التسليم تسليما للرسول. نعم. إذن الآن عندما يأتي أحد ويقول هذه نازلة في أبو سفيان، إيه نازلة، ماذا تعني بنازلة أبو سفيان؟ أبو سفيان في وقته هو ومجموعة من قريش يمثلون السلطة المضاد، يعني يعني النزاع مع رسول الله حول سلطته التي فرضها الله بولايته بالدين الذي أنزله كان أبو سفيان هو المحارب والمعادي له. فعندما يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هاي السلطة التي تتمثل في أبو سفيان أو في أبي سفيان عفوا، هذه السلطة هذه هل حققت عدالة اجتماعية؟ هل أمنت للناس توزيع عادل للثروات؟ هل حققت تنمية حقيقية؟ لو تزديد الناس فقر حتى اللي يجيبوهم للمعارك وياهم يجيبوهم نتيجة القوت، يعني أشبه ما يكونون بالمرتزقة، يأتون بعبيد ويطعمونهم ويعطونهم. إلى الآن الصورة واضحة، كل من رفض ولاية أهل البيت، ولاية رسول الله ومن بعده أمير المؤمنين ومن بعده الإمام الحسن من بعده الإمام الحسين إلى الحجة، كل هؤلاء لم يحققوا أي تأمين وأي عدالة للناس، لا في الثروات لا في القضايا التنموية لا في القضايا الفكرية. دائما الاحتراب ومحاولة الإقصاء، كل هذا مرتبط بهذا الفهم الخاطئ للدين. فإذا إذا جاء أحد وقال هذه الآية نازلة فيه، طبعا أنت عليك أن تفهم لماذا الله من البداية وجه الاستفهام إلى أننا علينا أن نراقب. طيب أستاذنا، هل يعني إذا كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتحديد باتجاه